الحادية والنصف بتوقيت أسمر المحل، المشاهدون الأفاضل أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من الفضائية الإيرية وأستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. الخطوط الجوية الإيرية تبدأ رحلة أسمر القاهرة ميلانو تأهيل المعلمين لمتابعة صحة الطلاب، تطوير البساتين في فرع. الرئيس الروسي بوتين يختتم جولته الشرق أوسطية. الاتحاد الأوروبي يبلغ نتنياهو رفضه خطوة ترامب. إندونيسيا تحتجز 18 شخصا في مداهمات لتعزيز الأمن. أهلا بكم للتفاصيل. بدأت الخطوط الجوية الإيرية من 9 ديسمبر الحالي رحلات من وإلى أسمر القاهرة ميلانو. وأوضح مسؤول القسم التجاري في الخطوط الجوية الإيرية السيد جبرتن سابت رسل وكالة الأنباء أن الخطوط الجوية الإيرية ظلت تقدم منذ بداية العام رحلات منتظمة من وإلى مدن الخرطوم، جدة ودبي، مشيرا إلى أن رحلة القاهرة ميلانو تمنح الخيارات للمسافرين. وذكر سيادته بأن الخطوط الجوية الإيرية ستبدأ في 22 ديسمبر الحالي رحلات إلى جوبا بجمهورية جنوب السودان. نظمت دورات تأهيلية صحية لمعلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية في الإقليم الأوسط لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب. وهدف البرنامج الجاري بتنسيق وزارتي الصحة والتعليم إلى إدخال نظام الخدمات الصحية والغذائية المدرسية لخفض المقاطعة والتأخير ورفع مشاركة الطلاب. وقدم توضيحا من الخبراء حول كيفية متابعة صحة الطلاب وتقديم الإسعافات الأولية. وقال مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط السيد ستيفانوس جبرهوارات أن الخدمات الصحية والغذائية المدرسية ظل يعمل بها منذ عام 2004 وتحقق نتائج جيدة. وأشارت الممرضة للتبرهان عن ديم المكتب وزارة الصحة بالإقليم الأوسط إلى تخصيص سيارة تقدم خدمات طب العيون والأذن والأنف والحنجرة والجلد للطلاب في المدارس. ويوضح التقرير مكتب وزارة التعليم في الإقليم إلى تقديم خدمات صحية للأذن والعين والأسنان والجلد لحوالي 130,000 طالب في العام الدراسي 2016-2017. عقد في دبروا اجتماع بمشاركة المدراء والمشرفون التربويين ومدراء الضواحي ومسؤولي المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية لتقوية العملية التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ رسام جبر هيوت عن تسجيل أكثر من 23,000 طالب في العام الدراسي الحالي من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية بالمديرية، مشددا على أهمية توطيد العلاقة الثلاثية لتحقيق الطلاب نتائج متفوقة. من جانبه أوضح مسؤول تعليم الكبار الأستاذ جبر مسكلتس فمريم أن الأمية وصلت مستوى الانتهاء في المديرية، مشيرا إلى أن البرنامج ينفذ هذا العام في شمتة وعدة بزهنس وكساء دارو وقرطتي وماي ألبو وماي دمة، وتم افتتاح مكتبات في شكتي وزوال وعد قبري للحيلولة دون حدوث انتكاسة. وأشار إلى إكمال تعليم محو الأمية 79% من حوالي 7,000 مواطن سجلوا في البرنامج في العشر سنوات الماضية. ودعا المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبروا السيد تخلى مريم قبري يسوس على الاهتمام بالمرأة في التعليم. وأوصى الاجتماع لتقوية التابعة للتعليم وتشجيع الطلاب المميزين في تعليم الكبار وفتح المكتبات الأهلية. أوضح أصحاب البساتين في غربية وفاطمة وعري أن جهودهم لرفع الإنتاج تحقق نتائج مشجعة. وذكر المزارعون بأن الدعم والإرشاد من وزارة الزراعة يخلق دافعا في أنشطتهم، ويركزون حاليا على أشجار الفواكه الكبيرة مطالبين بإدخال واسع لشتول أشجار النخيل الموزعة للمزارعين النموذجيين. وقال مسؤول الزراعة في المديرية السيد تسفاية والده أن البساتين التي ارتفع إنتاجها تساهم لتوفير متطلبات الأسواق في المنطقة. وتوجد مساحة حوالي 100 هكتار من البساتين التي ينميها 52 مزارعا في ربربية وفاطمة وعرين.
صرح فرع المرأة في الإقليم الجنوبي في الاجتماع الذي عقده في مدينة مندفرة بأن حملات التعبئة الجارية ضد العادات الضارة تحقق نتائج مرجوة، وأشار الاجتماع إلى وصول عدد العضوات إلى 97,000، لكن هذا العدد يعتبر حوالي 41% من المرأة التي يتوجب تأطيرها. وأوضح أن تقديم مساعدات مالية للطالبات المحتاجات في مديرية عرزة لرفع مشاركة ومنافسة المرأة في مائدة التعليم وكتب تشجيعية لـ80 امرأة نموذجية. وشهدت مسؤولة فرع المرأة في الإقليم الجنوبي السيدة أبرار شابتي في ختام الاجتماع بمجهودات ومبادرات العضوات لتنفيذ البرامج الموضوعة، داعية إلى الاتحاد والإدارة للمساهمة الفاعلة للحد من الأضرار التي تلحق بالمرأة التي تتأخر عن دفع الدين المستحق من القروض التي تحصل عليها وتكون عرضة للفوائد. إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وتركيا متفقتان على أن خطوة الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل تزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط. وأضاف بوتين متحدثا في أنقرة إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا تعمل في توقيع اتفاقات ائتمان لصناعة الدفاع مع تركيا في المستقبل القريب. وقبل ذلك وفي محطته الثانية في القاهرة، وقعت مصر وروسيا في حضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين اتفاقا لبدء تنفيذ مشروع محطة للطاقة النووية. ووافق بوتين على استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بعد تعليقها قبل أكثر من عامين بعدما فجر المتشددون طائرة ركاب روسية فوق سيناء. ووصل بوتين إلى مصر قادما إليها من سوريا، حيث قام بزيارة قصيرة لقاعدة عسكرية روسية، وأمر القوات الروسية في سوريا بالبدء في الانسحاب بعد حملة عسكرية بدأت قبل نحو عامين. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله أن عناصر من القوى العسكرية الروسية في سوريا بدأوا بالفعل العودة إلى روسيا. حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حلفائه في أوروبا على الانضمام للولايات المتحدة في اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اعتبروا الخطوة ضربة لعملية السلام قابلوا طلبه برفض قاطع. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خروج عن السياسة الأمريكية المتبعة منذ عشرات السنين وعن الإجماع الدولي. وقال نتنياهو خلال أول زيارة له على الإطلاق لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الخطة التي أقدم عليها ترامب تجعل السلام في الشرق الأوسط ممكنا. وبعد اجتماع بين نتنياهو ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة خارجية السويد أن ما من أوروبي واحد في الاجتماع المغلق أبدى تأييده لقرار ترامب، وما من دولة يرجح أن تحزو حزو الولايات المتحدة الأمريكية. قالت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا أنها احتجزت 18 شخصا لصلاتهم بجماعات متشددة في محاولة للحد من مخاطر شن هجمات أثناء احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد. وأسفرت هجمات في العاصمة جاكرتا وأماكن أخرى عشية عيد الميلاد في 2000 عن مقتل نحو 20 شخصا ومنذ ذلك الحين تكثف السلطات إجراءات الأمن حول الكنائس والأماكن السياحية في فترة العطلة. وقال المتحدث باسم الشرطة أنه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الإندونيسية يمكن للمحققين احتجاز الأشخاص لسبعة أيام قبل إطلاق سراحهم أو اعتبارهم مشتبها بهم. أعلنت وزارة الثقافة السعودية أنها ستسمح مجددا بفتح دور للسينما اعتبارا من مطلع 2018، ورفعت بذلك حظرا مطبقا منذ أكثر من 35 عاما على أماكن التسليع. وقالت وزارة الثقافة السعودية على موقعها الإلكتروني أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع وافق في جلسته على إصدار تراخيص للراقبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع. وقالت وزارة الثقافة السعودية في بيانها أنها تأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين. المشاهدون الأفاضل نواصل هذه النشرة لكن مع الوقفة الرياضية بعد هذا الفاصل الموسيقي. سحبت في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور الثمن النهائي من دور أبطال أوروبا لكرة القدم وأسفرت عن مواجهات قوية. وأوقعت القرعة يوفنتوس الإيطالي بمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبازل السويسري بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وبورتو البرتغالي مع ليفربول الإنجليزي، وإشبيليا الإسباني مع مانشستر يونايتد. كما أوقعت ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وشختار دونيتسك الأوكراني مع روما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي مع برشلونة الإسباني، وبشكتاش التركي مع بايرن ميونخ الألماني. ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإنه من المنتظر أن تقام مباريات الذهاب في دور 16 أيام 13 الرابع عشر والعشرين والواحد والعشرين من فبراير المقبل. يشار إلى أن المباراة النهائية للبطولة ستجري في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 من مايو المقبل. هذا وفي بطولة الدور الأوروبي أسفرت قرعة دور 32 عن مواجهات سهلة للفرق الكبيرة، حيث يتقابل أرسنال مع أوستراسوند السويدي، فيما يواجه أتلتيكو مدريد كوبنهاجن الدنماركي، ويصطدم نابولي بلايبسيك الألماني. أيها السادة والسيدات، مع نتائج هذه القرعة نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.